تسمع الكلام بشكل جيد. أما الحمد لله إحساس في مكبرات صوت حتى أنت في البيت تسمع الحمد لله. المقصود أنه الاختراع الأول تحاول تفتش كان له مهمة بطلب العلم والسماع والاستفادة فاقترب فآواه الله عز وجل حيث حفظه ووفقه وحرسه وزاده من الخير. هذا ما معنى آواه الله عز وجل. أما أحدهما فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأدبر أو فأعرض الله عنه. فأعرض الله عنه، هذا استنكر عن العلم ولم يرغب في سماع الذكر، وهذا في التحذير والتوبيخ لمثل هذا الإنسان الذي لا يرغب وإعراض عن العلم في حيث الإنسان لا يعلمه ويتعلمه، ولا يهذب الإنسان فيه بعد ذلك في جانب خاص أمور ضرورية من الدين، كيف تصلي، كيف تزكي، كيف تصوم، هذه أمور لا بد على كل مسلم أن يعرفها وعادة مصيرها. والعلم الحمد لله في المنتشر، فبإمكانك تحضر مجلس ذكر وأنت في بيتك ولك القشر فيه. إذا لم تتمكن من حضور مجلس الذكر وحلقة العلم حقيقة فبإمكانك أن تحضرها حكما وأنت في بيتك. صارت الحين المجالس تنقل مباشرة، ومن أكبر العلماء في الدنيا فتسمعها مباشرة، فإذا كانت نيتك صافية وصادقة وناصرة يكتب لك الأجر وكأنك حضرت حقيقة إذا في مجلس الذكر. وفضل الله عز وجل واسع ويؤتيه من يشاء، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يثبتنا على الحق والهدى وعلى حضور مجالس الذكر فيها من الخير الكثير. وآثرت أن أتكلم بمثل هذه الأمور حتى تشجع الإنسان على حضور مجالس الذكر. الحمد لله نحاول أن نبان الخير. مجلس الذكر 10 دقائق، ربع ساعة، 20 دقيقة، خير ممين. وبعدين يصير في طاعة، وأنا تعمدت أن أجعله بعد الأذان وقبل الإقامة. فغال أن الإنسان في هذا الوقت إيش راح يسوي؟ تقعد في البيت تستنى حتى يقام الصلاة تجي تهرول. ففيها منافع كثيرة. أول شيء إذا وصلت والأذان يؤذن يكتب لك أجر التذكير، وبعدين يكتب هذا الوقت هذا الدعاء في مستجاب بين الأذان والإقامة، وبعدين أنت تنتظر الصلاة ولا يزال الرجل في صلاة منتظر الصلاة. ففيه أجور متتابعة، فليس مقتصر فقط على الفائدة اللي راح تأخذها من ما يقال في الدرس، وزيد عليها الفائدة التي تتعلمها من المحاضرة التي تلقى. بإذن الله عز وجل في الأسابيع القادمة راح نشرح في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. بدأنا قبل في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا الصفة الصحيحة، وكذلك صفة التيمم، وكذلك صفة الغسل، وتطرقنا كذلك إلى صلاة أهل الأعذار الذين لا يستطيعون الصلاة قياما، وأهل الأعذار الذين يصلون على الأرض أو على الكراسي، وكذلك المرضى الذي في المستشفيات، وكذلك كيف يصلي الإنسان في الطائرة. هذا كله مررنا بها، وكل مرة المرات القادمة إن شاء الله عز وجل سنشرح في ذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. واليوم أكتفي بذكر جملة من الأحاديث ونشرحها في الأسابيع القادمة. أول هذه الأحاديث كما أوردها الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، ذكر قال في صفة باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أول حديث ذكره حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي ما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي فإن قلته أبيض من الدنس، اللهم اغسل من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا حديث أول. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير،
والقراءة الحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسبيح. الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة أو إذا كبر في الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع رفعهما، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. الحديث الآخر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. هذه أربع أحاديث كلها صحيحة رواها البخاري ومسلم اتفق عليها، سوف نشرحها إن شاء الله عز وجل ابتداء من المجالس القادمة بما الله عز وجل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وكان مدته دقيقتين. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة التوفيق، اللهم لك الحمد على نعمة التوفيق، اللهم لك الحمد على نعمة التوفيق. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن نحو الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمسلمين أجمعين. اللهم أصلح نياتنا وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.